طيب نروح سريعا لنادي سموحة والمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، وطبعا عضو البرلمان المصري ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب. باشمهندس مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا كابتن سيف؟ ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ بحيي حضرتك وبحيي ضيفك الكابتن احمد علي، وتحت بيحيي امر حضرتك يا سيادتك. فندم. ربنا العفو. يخليك، ربنا يخليك. باشمهندس في البدايه طبعا اول سؤال، حضرتك كاتب بوست النهارده على الفيسبوك عند حضرتك ان حضرتك يعني جمدت نادي سموحه من لجنه الانديه، وكنت معترض على بعض القرارات، وقلت لا ان لا لا، مفيش اعتراض على بعض القرارات ولا اي حاجه. هو مجلس اداره نادي سموحه حاسس ان احنا يعني مش عايزين، يعني عايزين نجمد عضويتنا في لجنه الانديه، ده قبل حتى الاجتماع الاخير، وقبل ملوش علاقه بالاجتماع الاخير من قريب او من بعيد، ملوش علاقه ولا بموضوع لجنه الحكام ولا اي حاجه. طب رأي حضرتك ايه؟ يعني كانت وجهة نظر حضرتك التجميد ده ليه يا فندم؟ لا، هو اصل اللجنه دي لجنه توصيات، ما بتاخدش قرارات. ان شاء الله احنا نشترك لما تبقى في لجنه الانديه المحترفه. بس بس حضرتك كاتب البوست، انا بقرا اهو قدامي البوست عند حضرتك، حضرتك قلت ان برضه حضرتك شايف ان الدوري بينتهي، وان حضرتك معترض دلوقتي على القرار بتاع دي وجهة نظر ملهاش علاقة، احنا تجميدنا لعضويتنا في المجلس ده كان قبل موضوع الحكام، ده موضوع ملوش دعوة بموضوع التحكيم والحكام. موضوع بقى اللي بعد كده، احنا وجهة نظرنا خلاص الدوري بينتهي. طبعا انا ما اقدرش اقول ان الحكام يعني ما فيش اخطاء او ما فيش مشاكل، لا، في اخطاء وفي مشاكل وفي كل حاجة، لكن احنا من وجهة نظرنا خلاص الامور ماشية والدنيا ماشية، فخلاص الدوري قرب ينتهي، احنا نشوف الاخطاء كده وبعد الدوري نصلح هذه الاخطاء، مفيش مانع، مفيش ما يمنع من ذلك، رأي حضرتك لكن في لازم قائمة ال30 يا فندم؟ والله من وجهة نظرنا برضو ان ال30 افضل من ال25، أفضل. لان حضرتك بدل ما اقول 25 و5 96 ولا 97 ايا كان، طب ما انا احطهم في القائمة وخلاص، لان الدوري طويل جدا واحنا صدفتنا مشاكل السنه دي، والمهاجمين عندنا كلهم اصيبوا، ما تفضلش الا الكابتن حسام بقى، وقول له ربنا يكملها معاه بقى بالستر ان شاء الله. إن شاء الله بإذن فاحنا الله. وجدنا في صعوبات، وعندنا برضو مثلا في الطرف اليمين في اصابه، وبعدين في ايقاف ما يبقاش عندك حد، فيعني الفرقه لازم يكون عندك 2 لاعبين في كل مركز، ويكون عندك 4 أو 5 لاعبين اضافيين، لان الدوري طويل، الدوري طويل جدا وشاق جدا، والمنافسه فيه قويه قوي. طبعا بس فال 30 لاعب دي تدي لك فرصه ان انت تعوض اي غيابات. هل خالد قمر يا فندم رجع خلاص الزمالك؟ كان لسه معايا على التليفون والله دلوقتي. لما ينتهي الدوري خالد قمر من حق الزمالك. انا فاهم، يعني قصدي ان هو على رادار سموحه، هل حضرتك فتحت قناه اتصال ولا ده لا، مجرد؟ مفيش اتصال ولا اي حاجه، احنا ما عندناش اي حاجه، بقت خلاص هو مش في ايدينا، هو هيكون لاعب نادي الزمالك. هو طبعا لاعب ممتاز وراجل مميز، ونتمنى ان هو يكون معانا، لكن مش القرار مش بتاعنا، القرار بتاع نادي الزمالك. السنة نتمنى طبعا ان خالد قمر يلعب مع نادي سموحه، لكن هو لاعب نادي الزمالك. بس احنا برضو عندنا مهاجمين، عندنا في وجوه ان شاء الله تكون كويسه السنه دي، لكن خالد قمر طبعا اتمنى ان هو يكون موجود معانا طبعا. شاري كتير انت السنة دي يا باشمهندس؟ لا مش قوي، ما اشتريتش حد، كل اللعيبه اللي جت فري، انا ما اشتريتش حد، كل فري. اللعيبه اللي جت سموحه السنه دي فري، ما حدش اشتريناش حد خالص الا واحد بس بمليون جنيه اشتريناه. بس انا بقول لحضرتك ان هو هيكون من اهم اللاعبين كره القدم في مصر العام القادم، الوحيد يا من اهم. باشمهندس، الوحيد في السوق اللي بيعمل فلوس، انت يعني بتشتري وتبيع ما شاء الله يعني. والله بالتوفيق من عند ربنا، انا كمان اللعيبه ببذل، بتحبه. انا وزمايلي اعضاء مجلس الاداره بنبذل قصارى جهدنا، لكن احنا بنحاول نعمل احسن حاجه في التوقيت المناسب، لكن التوفيق هو بتاع ربنا، التوفيق بتاع كابتن ربنا. احمد علي بيقول لحضرتك واللعيبه كمان بتحبك. ده فضل من ربنا عشان انا ملتزم معاهم. طبعا الحمد لله انا عمري ما قلت للعيب او نادي اسمه، عمره ما قال لواحد هدفع لك مثلا في يوم كذا مبلغ كذا وتاخرنا عنه، احنا بنتعامل مع كل اللاعبين الموجودين في النادي ان هم اولادنا، عشان مش في كده، الكوره عشان بس، في كده كل باشمهندس الالعاب. نادي سموحه بقى عشان نادي كده في كبير. ناس كتير، لا يا بالعف، ده من تشجيع سيادتك وتشجيع الكابتن احمد علي والناس المحترمين، ده فضل من عند ربنا ربنا يخليك ان حضرتك بتشجعنا لا يا فندم، حقكم يا والكابتن فندم، احمد حقكم. وكل ضيوفك. لا حقكم. قانون الرياضه يا فندم هنشوفه ولا هنعمل ايه السنه دي؟ احنا على قدم وساق بالنسبه لقانون الرياضه، لكن طبعا زي ما سيادتك عارف هو لسه واصل المجلس، ما توزعش للجنه، وهياخد دورته،
بس احنا هنبذل كل ما نستطيع. بس اللي انا باكده لسيادتك ان لجنه الشباب والرياضه او حتى مجلس النواب لا يلام على تاخيره، ولا الوزير خالد عبد العزيز يلام على تاخيره. ده هو اللي حرك القانون وده مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء طلعه اليومين دول. لكن القانون ده بقى له 10 سنين، بقى له 10 سنين. لكن هو السنه دي يا فندم، السنه دي مش هيبقى موجود، مش هيبقى متوفر السنه دي. ما اقدرش اجزم بذلك، ما اقدرش اجزم. احنا هنحاول ونجتهد، لكن وارد ان هو يخلص، وارد ان هو ما يخلص، وان كانت المؤشرات بتقول انه صعب ان هو يخلص. صعب ان هو يخلص. كل الاطراف حريصه ان هو يطلع. ليه؟ عشان الاجراءات، مش عشان الافراد. لان حضرتك دي لها اجراءات، لابد انها تمشي بالاجراءات خطوه خطوه وبدقه تامه. احنا نقدر نستعجل الاجراءات، لكن ما نقدرش نتخلى عن اجراء منهم. ان شاء الله يا فندم، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله، ومزيد كده من المجهود والنجاح ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا مهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحه، والعضو طبعا البرلماني.